السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم بمحاضرة جديدة من مادة الميديكال امبريولوجي. محاضرة اليوم هي سنترال نيرفوس سيستم، تحديدا راح نتحدث عن السباينال كورد ديفلوبمنت. مثل ما تعودنا في كل محاضرة نبدأ بريفيو بسيط عن بداية التكوين الجنيني. فمثل ما تعرفون انه عندنا سبيرم fertilize the egg and forming a zygote. هذه الزيجوت راح تمر بعدة انقسامات، راح تكون لي الموريولا، بعدين الموريولا تتحول الى بلاستوسيست، ومن ثم البلاستوسيست يصير لها implantation بداخل الاندومتريوم وول، وبنفس الوقت راح يصير لها عملية اسمها الجاستروليشن، من خلالها راح تتكون الثري جيرم لايرز اللي هي الاكتوديرم ميزوديرم اندوديرم. هذا الشيء المفروض يكون واضح بالنسبة لحضراتكم، لأنه بكل محاضرة نرجع نحكي. طيب، أثناء عملية تكوين 3 germ layers أيضا راح يتكون عندي في التركيب معين أسميه notochord. حكينا به النوتوكورد يصير مباشرة تحت منطقة الإكتودر. هذا النوتوكورد أخواني شنو شغله؟ النوتوكورد أخواني هو عبارة عن indication portion، منطقة indication تنطي تحفيز أو حث إلى المنطقة الإكتوديرم اللي فوقها مباشرة للأعلى منها، حتى تكون لي منطقة أسميها النيورال بليت. هذه النيورال بليت أخواني راح يصير لها فولدينج بالفيردر ديفلوبمنت، راح يصير لها فولدينج وتكون لي النيورال تيوب. النيورال تيوب أخواني هو يكون بداخله السباينال كورد. خلنا نجي نشوف هنا أخواني، هذا السباينال كورد. خلنا نشوف السباينال كورد أخواني من شنو يتكون. السباينال كورد أخواني يتكون بصورة رئيسية من منطقتين، منطقة أسميها الجراي ماتر أو أسميها المانتل لاير، وطبقة لونها أبيض أسميها الوايت ماتر أو أسميها المارجنال لاير. وسنعرف شنو جراي وشنو وايت وليش صار هاي. طيب شوفوا ياي يعني بالصورة أخواني، هذه المنطقة الملونة اللي تشوفوها هاي هي الجراي ماتر، هذه الجراي ماتر من السباينال كورد. الجراي ماتر أخواني تنقسم إلى 3 portions أو 3 horns. عندنا dorsal horn اللي باللون الأخضر تشوفه، dorsal horn هذا خلينا نقول إنه هذا dorsal وهذا ventral axis، يعني هذا اللي إلى الداخل المنطقة البطنية، ودورسل إلى الجهة الظهرية. فشنو عندي؟ عندي هنا دورسل هورن وعندي فنترال هورن، وهذا اللي باللون الأحمر هو الميديو لترال هورن، الميديو لترال هورن. طيب شنو وظيفة كل واحد من هذه الهورن؟ الدورسل هورن أخواني هو مسؤول عن الإحساس، هو السنسوري هورن، والفنترال هورن أخواني مسؤول عن الحركة، هو الموتور هورن. طيب والإنترميديت هورن هذا سمباثيتك هورن، سمباثيتك هورن يمثل السمباثيتك بورشن of الأوتونومال نيرفوس سيستم. طيب أخواني الدورسال هورن شنو أسميه؟ إلى اسم ثاني أسميه الأيلر بليت. الدورسال هورن أسميه الأيلر بليت. والفنترال هورن اسميه البيزل بليت. الفنترال هورن اسميه البيزل بليت. هذه حتى تعرفوها. صار عندي هسه شنو؟ صار عندي دورسال هورن و اللي هو sensory horn، sensory dorsal horn، وصار عندي motor ventral horn و intermediate medio lateral horn. والmedio lateral horn قلنا هو sympathetic portion of the autonomal nervous system. طيب شيء ثاني لازم تعرفوه، انه عندي spinal nerve من منو تتكون؟ spinal nerve اخواني تتكون من motor fiber تخرج من
منطقة الفنترال هورن من منطقة الموتور هورن تخرج موتور فايبرز. وعندي أيضا شنو؟ عندي سنسوري فايبرز تدخل إلى داخل السنسوري هورن. فشنو صار عندي؟ صار عندي موتور فايبرز تخرج من الموتور وتذهب إلى العضلات، تنقل الامبلانسز من الموتور هورن بالسباينال كورد إلى العضلات. وعندي سنسوري تنقل لردة الفعل أو الرفلكسز أو الإحساس تنقله إلى الدورسال هورن أو السنسوري هورن بداخل السنترال نيرفس سيستم. إضافة إلى ذلك أخواني، إضافة إلى ذلك بعد شنو عندي؟ بعد عندي البري أند بوست جانجليونيك سمباثيتك نيرف. أني طبعا عندي خلال تكوين النيورال تيوب اللي بداخله تكون السباينال كورد، تكونت عندي اكو نيورال كريست سيلز، حكينا بيها بالمحاضرات السابقه. نيورال كريست سيلز تغادر منطقه تكوينها بالاتجاه باتجاه الاطراف. على طول منطقه النيورال تيوب تكون لي سلسله من الجانجليونز، هاي سمباثيتك جانجليونز، وعندي ايضا سلسله من السنسوري جانجليونز بالجهه الاخرى. طيب، فعندي سمباثيتك جانجليونز وعندي سنسوري جانجليونز. السمباثيتك نيرف اخواني تخرج من منو؟ السمباثيتك نيرف تخرج من هذا الانترميديت هورن باتجاه الفنترال هورن وتخرج الى ان تدخل بداخل الجانجليا. هذا اسميها بري جانجليون سمباثيتك نيرف. هذا بري جانجليون سمباثيتك نيرف. بعد ما يدخل الى جانجليون يخرج منها بوست جانجليون سمباثيتك نيرف. فعندي البري اند بوست جانجليون سمباثيتك نيرف. لنفترض انه هذه هي الجانجليون، نعم، فيخرج من هنا البري جانجليون سمباثيتك نيرف، يدخل الى داخل الجانجليون، وبعدين يخرج ويدخل بداخل السباينال نيرف ويكون جزء من السباينال نيرف. طيب، الجانجليون اخواني مصدرها منو؟ مصدرها النيورال كريست سيلز. اذا عندي بالمحصله السباينال نيرف يتكون لي من سنسوري فايبرز تدخل من الخارج تدخل الى داخل السنسوري هورن، وعندي موتور فايبرز تخرج من الموتور هورن الى الخارج الى العضلات، وعندي البري اند بوست سمباثيتك نيرفز. هذول كلهم يكونوا لي السباينال نيرف. هذول كلهم يكونوا لي السباينال نيرف. هذه المفهوم والمصطلحات اخواني شود بي نو، لازم تعرفوها ولازم تعرفون شنو تفاصيل السباينال كورد. حتى احنا نجي بعد هذه المقدمه نجي نحكي شلون تكونت شلون تكون الدورسال هورن وشلون تكون الفنترال هورن، شلون تكونت النيرف فايبرز، وشنو نوعية الخلايا اللي تكونتها، وأي منطقة منهم تكون مايلينيتد وأي منطقة تكون نون مايلينيتد. فخلونا نجي أخواني نفس هذا بنفس المفهوم، نفس الصيغة. هذا النيورال تيوب بشكل قائم، أجي أخذ سلايس من هذا النيورال تيوب وأشوف شنو اللي يصير بداخله. يصير بهذه الصيغة، بهذه الصيغة نقول. الخلايا اخواني اللي اساسا تغطي النيورال تيوب ببدايه تكوينه هي اسميها النيورو ابيثيليال سيلز. نيورو ابيثيليال سيلز، هاي الخلايا منشاها من الاكتوديرم، اسمها النيورو ابيثيليال سيلز. هذا طبعا السنترال كانال، هذا السنترال كانال اوف ذا سباينال كورد. خلي اقول هذا مقطع
ماخذه. خلي هذا النيورال تيوب اني قطعته قطع سويت بي سلايس. فهنا انا عندي هذا السنترال كانال، هذه سنترال كانال اوف النيورال تيوب، هذا عندي الخلايا المغطيه له هي النيورو ابيثيليال سيلز. هذه الخلايا اخواني راح تبدا بالبروليفريشن وتكون كم كبير من النيورو ابيثيليال سيلز اسميها النيورو ابيثيليوم. بالمنطقه الظهريه الى الدورسال بورشن، الى الدورسال بورشن، هذه الخلايا راح تبدي تكون لي مجموعة خلايا أخرى من النورال إبيثيليال سيلز تنشئ. هذه الخلايا بهذه المنطقة راح تكون لي منو؟ الدورسال هور أو السنسوري هور اللي أسميه الأيلر، الأيلر بليت بالمنطقة الظهرية أسميه الأيلر بليت. هذه الخلايا أخواني هي بال نشأت من النيورو ابيثيليال سيل صارت نيوروبلاست ومن ثم نيوروسايت، نيوروبلاست ومن ثم نيوروسايت. وهسه نجي شلون تكونت نيورو، شلون صارت نيوروبلاست ومن ثم نيوروسايت. الى الجهه البطنيه اخواني، الى الجهه البطنيه كونت لي الفنترال بليت وهذا اسميه البيزل. اوكي، هذه الجهه الظهريه مسؤوله عن الاحساس والجهه البطنيه مسؤوله عن الحركه. فهذا السنسوري بليت او السنسوري هورن، واللي الجهه الى الجهه البطنيه هو اسميه الموتور هورن، الموتور هورن. هسه صار عندي الى الجهه الظهريه هو السنسوري هورن والى الجهه البطنيه الموتور هورن، متكون من النيورال، من النيورونز، من خلايا عصبيه منشاها النيورو ابيثيليال سيلز. نيورو ابيثيليال سيلز تحولت الى نيوروبلاست ومن ثم الى نيورال سيلز او نيورونز. طيب منطقه اللي تكون ما بين السنتر وما بين جزئي الهورن، هذه المنطقه هذه المنطقة في الجهة الظهرية هاي أسميها الروف، أسميها الروف. وإلى الجهة البطنية أسميها الفلور. هالمنطقتين أخواني لا تحتوي على نيوروبلاست، لا تحتوي على نيوروبلاست، ولكن إلها وظيفة إنه هي تكون ممرات للسباينال نيرفز، تكون من خلالها تمر إلى الداخل وإلى الخارج. طيب شنو اللي بقى عندي؟ المنطقة الخارجية اللي تحيط بالهورنز، المنطقة الخارجية اللي تحيط بالهورنز هذه أسميها المارجنال لاير، المارجنال لاير. هذه المارجنال لايرز، العفو المارجنال لاير هذه تكون لي الوايت ماتر اوف ذا سباينال كورد. اخواني النيرفز اول ما يتكون ياخذ اللون الجراي، فهذه المنطقه اللي هي المانتل لاير اللي بيها الهورنز احنا نسميها الجراي ماتر. ليش جراي ماتر؟ لانه النيرف بيها نون مايلينيتد. بمنطقه المارجنال لاير النيرف يبدا يصير له مايلينيشن، يبدا ينضاف له المايلين شيث، واللي عندنا نوعين من الخلايا تسوي هي الاوليغودندروغليال سيلز اللي بداخل السباينال نيرف تسوي المايلينيشن، هسه راح نحكي عنها، والى الخارج عندنا الشوان سيلز اللي مصدرها النيورال كريست سيلز، شوان سيلز اللي مصدرها نيورال كريست سيلز. اذا هسه انا شنو اللي عندي؟ عندي المنطقه الخارجيه اللي باللون الابيض هذه اللي تحيط الجراي ماتر، هذه الوايت ماتر واللي اسميها المارجنال لاير. طيب المفروض انه الجهه الظهريه اللي هذه الدورسال هورن هو مسؤول عن السنسوري ماتر،
والمنطقة البطنية مسؤولة عن الموتورز. عندنا هذا السلكس اللي يفصل ما بين المنطقة الظهرية والبطنية أسميه السلكس ليميتانس اللي هو هذا. بهذه المنطقة أخواني راح يتكون لي الثيرد هورن اللي هو ميديو لاترال هورن. ميديو لاترال هورن بهذه المنطقة. هذا أخواني لا هو سنسوري ولا هو موتور هورن. هذا هو سمباثيتك بورشن. سمباثيتك بورشن هذا يخرج من خلاله البريكانجيليون نير فايبرز ومن ثم يدخل بالسمباثيتك جانجليون ويخرج الى يخرج بوست سمباثيتك جانجليون. طيب فهنا عندي هذا هو البيزك ستراكشر للسباينال كورد اخواني. هذا البيزك ستراكشر للسباينال كورد. خلايا النيورو ابيثيليال سيلز هذه اخواني بعد ما انتهت من تكوين النيوروبلاست سيلز اللي كونت الجراي ماتر والوايت ماتر بعد ما اكتمل عمليه تكوينهن راح تبدي تتحول الى ابنتمال سيلز الى خلايا اسميها الابنتمال سيلز. فهذه راح تكون الابنتمال سيلز اللي هي تكون لايننج للسنترال كانال اوف ذا سباينال كورد. طيب هسه نتكلم عن السباينال نيرفز شلون تتكون. السباينال نيرفز من يتكون وشلون يتكون طبعا اخواني. اساسا هي اساسا عمليه تكوين النيورونز من تحدث هاي هنا نيورال بليد سيلز النيورو ابيثيليال سيلز. بهذه المنطقه نيورو ابيثيليال سيلز. نيورو ابيثيليال سيلز تتحول الى نيوروبلاست. النيوروبلاست اخواني هي خلايا تتميز بنواه تكون دائريه ونواتها كبيره. هذا الخلايا هذه الخلايا اخواني اسميها الابولار عديمة القطب. هذه الخلايا راح تبدي يصير لها سايتوبلازميك بروسيسز بروزات من الجانبين فاسميها البايبولار. بايبولار من ثم واحد من البولارز من دول البولارز راح يمتد ويكون لي البرايمري اكزون والاخر راح يسوي سيتوبلازميك بروسيسز اللي هي البريميتيف دندرايتس. فهذه اخواني راح تكون المالتي بولار نيورون. مولتيبولار برايمري نيورون ومن ثم مولتيبولار ماتشور نيورون او نيورال سارت. هذه هي الخليه العصبيه اخواني. بعد ما تكونت هذه الخليه العصبيه تفقد القابليه على التكاثر والديفلوبمنت. كل الخلايا العصبيه تنشا بهذه الطريقه اخواني. طيب هنا نبي الموتور سايد هي الموتور هورن. الخليه العصبيه تتكون هنا اخواني هذه الدنترايتس مالها والإكزون يبدأ يظهر إلى الخارج السباينال كورد. هذا اسميه الموتور إكزون أو الموتور روتس. موتور روتس طبعا أكثر من واحد اسميه الموتور روتس. طيب هذا بس الإكزون أخواني. جسم الخلية العصبية يبقى بداخل البيزل بليت أو الموتور بليت والإكزون هو اللي يخرج إلى الخارج. وبعد ما يخرج أكيد راح يصير له مايلينيشن عن طريق خلايا شوان هسه راح نحكيها. هذا منشأ من وين أخواني؟ منشأ من داخل الموتور بليت من داخل الموتور هورن. من داخل هذه المنطقة تنشأ الخلية العصبية ويطلع فقط الإكزون منها إلى الخارج. هاي وين؟ فقط ب عفوا بالموتور. طيب بالسنسري شلون راح يكون عمليه تكوين السنسر نيرف؟ السنسر نيورونز اخوان هو ما ينشا من داخل الخليه من داخل السباينال كورد. هو ينشا من الخارج من النيورال كريست سيلز تكون لي
السنسوري جانجليونز اخواني. من هذه السنسوري جانجليونز راح تطلع الفايبرز ويدخل الى داخل الايلر بليت او السنسوري موتور، يدخل الى داخل. فخلوا بالكم اخواني وانتبهوا كل الزين انه الخلايا اللي تكون الايلر بليت هي ليست نفس الخلايا اللي تكون السنسوري نيورونز، عفوا السنسوري فايبرز اللي يخرج الى الخارج. هذا الخلايا منشأها من داخل السباينال كورد، اساسها نيورو ابيثيليال سيلز، وهذه اساسها من النيورال كريست سيلز، اجت من الخارج ودخلت. اذا الموتور اكزونز تختلف او الموتور فايبرز تختلف بالمنشأ عن السنسوري فايبرز. الموتور فايبرز تنشأ من داخل السباينال كورد، والسنسوري فايبرز تنشأ من النيورال كريست سيلز من السنسوري جانجليون اللي تكون خارج السباينال كورد. هذا مهم جدا انتبهوا له اخوان. الاكزونز اخواني التي تخرج من الموتور هورن تتجمع في حزم معينة اسميها الفنترال نيرف روتس، اسميها الفنترال نيرف روتس. والاكزونز التي تدخل الى السنسوري هورن ايضا تتجمع في حزم اسميها الدورسال نيرف روتس. طبعا هذه الدورسال نيرف روتس اخواني اللي هي مجموعة حزم الفايبرز اللي تدخل الى داخل السنسوري هورنز، قلنا انه هي تتكون خارج السباينال كورد في السنسوري جانجليا، في السنسوري جانجليا. طبعا هذه راح تصير باتجاهين مختلفين، طرف يدخل الى السنسوري هورنز والطرف الاخر راح يرتبط بالفنترال نيرف روتس ويكون جزء من السباينال نيرف. طيب بما انه الدورسال نيرف روتس يحمل السنسوري انيرفيشن والفنترال نيرف روتس يحمل الموتور انيرفيشن، كلاهما يشتركون بتكوين السباينال نيرف، معناها انه السباينال نيرف يحمل كلا الموتور فايبرز والسنسوري فايبرز. بعد اتحاد الدورسال نيرف روتس والفنترال نيرف روتس وتكوين السباينال نيرف، هذا السباينال نيرف راح ينقسم الى قسمين، قسم يتجه الى المنطقة الظهرية اسميه الدورسال برايمري رامي، وهذا الجزء يغذي مفاصل الفقرات الفيرتبري جوينتس والسكين اوف ذا باك، اضافة الى الدورسال اكزيال ماسكوليتر، عضلات المنطقة الظهرية. طيب الجزء الاخر او القسم الاخر راح يتجه نحو الجانب البطني، وهذا اسميه الفنترال برايمري رامي. هذا الجزء اخواني راح يغذي الليمبس والفنترال بودي وول. شيء اخر مهم وهو عندنا البري جانجليونيك سمباثيتك نيرف اللي ينشا من منطقه الميديو لاترال هورن. هذا اخواني يكون منشا البري جانجليونيك سمباثيتك نيرف، تنشا من عن الاكزون مالها، يمر من خلال البيزل بليت او الموتور هورن ويخرج الى الخارج. هذه هنا عندي هذه السمباثيتك جانجليون، البري جانجليونيك سمباثيتك فايبر يخرج من داخل السنترال نيرف، من داخل السباينال كورد، ينشا من داخل السباينال كورد. هسه هذا شنو عندي؟ بري جانجليونيك. بعد ما دخل يخرج منها بوست جانجليونيك. اذا شنو شنو هسه الفايبرز اللي تنشا عندي من داخل السباينال كورد؟ الموتور اكزونز او الموتور فايبرز والبري جانجليونيك سمباثيتك فايبرز، تكون منشأها من داخل السباينال كورد. اما السنسوري فايبرز فيكون منشأها من النيورال كريست سيلز من خارج السباينال كورد. طيب هذه هي اساسا
سمبثة الجانجليون أساسا من منشأها أيضا من النيورال كريستالز. طيب بعد ما يخرج الاكزونز من خارج السباينال كورد راح يصير له مايلينيشن. طبعا المايلينيشن شنو اخواني؟ هي اضافة المايلينيشن هو عملية اضافة المايلين شيث على الاكزونز، يعني اضافة مادة بيضاء هي المايلين شيث على الاكزونز. الاكزونز بعد ما يخرج من السباينال كورد اخواني اكو خلايا اسمها شوان سيلز، هذه الخلايا تنشئها منه النيورال كريست سيلز، خلايا شوان. هذه خلايا شوان اخواني كل خليه تسوي مايلينيشن لاكزون واحد، تجي هذه الخليه تسوي واربنج تلف نفسها حول الاكزون بهذه الطريقه، هذا الاكزون، تجي الخليه تلف نفسها حول الاكزون، كل خليه كل شوان سيل تغطي لي اكزون واحد، وتجي شوان سيل تغطي الاكزون الاخر. المايلين شيث لونه ابيض فهو اللي يخلي لي النيرف فايبر انه وايت اور جراي، فيكون الوايت رام والجراي رام. الجراي انه هو نون مايلينيتد، والوايت اللي يكون مايلينيتد. اللي بداخل السباينال كورد اكو نوع اخر من الخلايا تنتجه الجلوبلاست سيلز اسمه الاوليغودندروغليال سيلز، الاوليغودندروغليال سيلز. هذه الخلايا ايضا تسوي مايلينيشن للفايبرز اللي تكون بداخل السباينال كورد بمنطقه المارجنال لاير، بمنطقه الوايت ماتر اللي تحيط بالجراي ماتر. هذه اخواني تختلف عن الشوان سيلز بانه كل اوليغودندروغليال سيلز تقدر تسوي مايلينيشن ل 50 اكزون، كل خليه واحده تسوي مايلينيشن ل 50 اكزون، بينما الشوان سيلز كل خليه واحده تسوي مايلينيشن لاكزون واحد. شيء اخر اريد اتكلم عنه هو السبورتنج سيلز. عندي مجموعه من السبورتنج سيلز بالسباينال كورد اسميها الجليال سيلز، هذه تنشأ من النيورو ابيثيليال سيلز. طبقة النيورو ابيثيليال سيلز اللي تغطي السنترال كانال بالسباينال كورد واللي هي منشئ كل الخلايا اللي موجودة بالسباينال كورد، بعد ما تنتهي من تكوين النيوروبلاست، كل النيوروبلاست كونته، بعدين تبدأ بتكوين نوع آخر من الخلايا أسميه الجيليوبلاست سيلز. الجيليوبلاست سيلز هذه الخلايا تهاجر من منطقة النيورو ابيثيليال لاير وتتجه باتجاه المانتل والمارجنال لايرز. بمنطقة المانتل لاير يعني بالجراي ماتر اوف ذا سباينال كورد، الجليوبلاست راح تتميز الى نوعين من الخلايا الداعمة اسميها البروتيوبلاستيك استروسايتس والفايبريلار استروسايتس. هذه الخلايا اخواني تاخذ موقع ما بين النيورونز والبلود فيزلز، واضافة الى انه وظيفتها هي سبورتينج سيلز ايضا لها دور بعملية الميتابوليزم. هذا بالمانتل لاير. اما بالمارجنال لاير فخلايا الجليوبلاست راح تتميز الى نوع اخر من الخلايا اسميه الاوليغودندروغليال سيلز، الاوليغودندروغليال سيلز. وهذه الخلايا مثل ما قلنا قبل قليل انه وظيفتها هي تكوين المايلين شيث حول الاكزونز بعمليه سميناها المايلينيشن، المايلينيشن اضافه المايلين شيث. طيب عندي ايضا نوع اخر من السبورتنج سيلز اسميها الماكروغليال سيلز. الماكروغليال سيلز اخواني هاي شويه مختلفه، هذه الخلايا تنشا من الفازيكولار ميزنكايمز، بعد ما تدخل البلود فيزلز الى داخل النيرفوس سيستم راح تتكون هذه الخلايا من الميزنكايمال سيلز. هذه الخلايا اخواني وظيفتها مناعيه بحته وهي الفاجوسايتوسيس. طيب النيورو ابيثيليال سيلز نفسها بعد ما تنتهي من تكوين النيوروبلاست والجليوبلاست سيلز هي نفسها راح تتحول الى ابنتمال سيلز، وهي الخلايا اللي تغطي لي السنترال كانال اوف ذا سباينال كورد. اكو شيء اخر مهم لازم تعرفوه هو البوزيشنال تشينز اوف ذا كورد. شنو هذه البوزيشنال تشينز اللي تصير بالسباينال كورد؟
إخواني السباينال كورد بالشهر الثالث من الإمبريونيك ديفلوبمنت يكون طوله على طول الإمبريو، ممتد على طول الإمبريو، ويكون مطابق بالطول للفرتبرال كوليوم. طيب، والسباينال نيرفز تمر من خلال الانترفرتبرال فورمن كلا من المنطقة المقابلة لتكوينه. إذا تذكرون بمحاضرة الأكسيال سكيلتون ديفلوبمنت لما شرحنا التكوين الجنيني للفرتبري، قلنا أنه منطقة الانترفرتبرال فورمن تمر من خلالها النيرفز إلى خارج الفرتبرال كوليوم، وكل نيرف يخرج من الانترفرتبرال فورمن اللي تكون مقابلة إليه. بالفيرذر ديفلوبمنت الفيرتبرال كوليوم وطبقة الدورة راح تزداد بالحجم أسرع من النيورال تيوب، راح تكبر تكون حجمها أكبر من النيورال تيوب. فالنهاية الطرفية للسباينال كورد ما راح تكون مطابقة لنهاية الفيرتبرال كوليوم، وإنما راح ترتفع لفوق وتكون بمستوى الثيرد لامبر فيرتبر، تكون بمستوى الثيرد لامبر فيرتبر. طيب، كنتيجة لهذا الاختلاف بالطول ما بين الفيرتبرال كوليوم والسباينال كورد، الروتس اوف ذا سباينال نيرفز اللي هي الدورسال روت والفنترال روتس اوف ذا سباينال كورد راح تضطر الى انه تمتد من منطقة تكوينها بالسباينال كورد وتنزل الى مستوى الفيرتبري اللي كانت ملاصقة لها عندما كانت بالشهر الثالث، عندما كانت الاطوال متطابقة. لكن طبقة الدورة تبقى ملاصقة للفيرتبرال كوليوم إلى نهايته بالكوكسيجيل ليفل. أوكي، عند الولادة السباينال كورد قلنا إنه ينتهي طوله باللامبر 2 أو اللامبر 3 ليفلز، لكن طبقة الدورة والسب أراكينويد سبيس يستمر حتى السكند ساكرام ليفل. فهذا هو اللي يسموه البوزيشنال تشينز أو اختلاف الأطوال ما بين الفيرتبرال كوليوم والسباينال كورد. بما انه السباينال كورد ينتهي عند اللامبر 2 او اللامبر 3، يعني النهايه الطرفيه للسباينال كورد تنتهي بمستوى اللامبر 2 فيرتبري بالمنطقه المقابله لللامبر 2 او اللامبر 3، لما الطبيب يريد يسحب سيربروسباينال فلويد من البيشنت لازم يدخل النيدل اسفل اللامبر فيرتبري، يعني عند لامبر 4 او لامبر 5 حتى يتجنب اللور اند اوف ذا سباينال كورد. هذا كل شيء بمحاضره اليوم. ثانك يو فور يور اتنشن، والتقيكم ان شاء الله في الاسبوع القادم بمحاضره نشرح بها البرين ديفلوبمنت. فالى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.